كثير طبيعي. اهلا وسهلا. صباح الخيرات. صباح الخير. تفضل. كيفكم دكتور وائل؟ يعطيك العافيه. يعطيك الصحه والعافيه. شرفت ونورت. تسلم لي. الله يسعدك ويبارك فيك. يعني بنحكي عن موضوع الابتسامه الكريستاليه. تطور العلم وكل يوم بيبهرنا. بالبدايه خلينا نعرف بهاي الابتسامه وليش سموها كريستاليه. صباح الخير. صباح الخيرات. اول شغله لكم للمتابعين جميعا. الشغله الثانيه الكريستال سمايل هي عباره عن عدسات رقيقه جدا من ماده الايماكس الالماني ولكن محسنه، فمضاف لها ذرات من الكوارتز والكريستال، فانكسار الضوء صار فيها من 4 إلى 6 أضعاف زياده عن انكسار الضوء الطبيعي. الشغله الثانيه بتجي نظام اللايرات، بحيث انه الترانسبرنت بيتوزع، الشفافيه بتتوزع على كامل سطح السن وخاصه في منطقه الحد القاطع، فبتعطينا مظهر بيكون اكثر ناتشرال، اكثر طبيعيه، حتى لو كان اللون ابيض بتعطينا مظهر نوعا ما مش فيك. الشغله الثالثه بتيجي 3D، بحيث انه احنا عم نشوف 3 أسطح للسن، مش بس عباره عن صفيحه، سطح واحد، وبالتالي قدرنا انه نوصل لاسنان مور ناتشرال، اكثر طبيعيه، اكثر انسجام مع الوجه، وبنفس الوقت حتى لو اخترنا اللون اللي هو شوي يكون يعني ابيض بس مناسب كمان، ما انه الابيض تو ماتش. هاي هي ابتسامه الكريستال. يمكن كمان لانه السن الطبيعي بيتدرج لونه، وهذا بيساعد الابتسامه الكريستاليه انها تكون صحيح. مشابهه، حتى بتكون الاطراف شوي شفافه على ما اعتقد، حتى صحيح. ما شفت على الانستغرام. شو السبب المظهر الشفاف اللي على حواف الاسنان او اخر السن؟ هلا احنا اذا بدنا نيجي على تركيبه السن الطبيعيه، البنيه الطبيعيه للسن، بنلاقي انه في عندنا ماده العاج داخلا، وبعدين في عندنا طبقه الميناء اللي هي موجوده. صحيح. هلا نحن بنيجي لما بنعمل مثلا بريبريشن لحشوه او لاي شيء، بنلاقي انه سطح السن الطبيعي الميناء نفسه بصير شفاف عند حواف الاسنان، فمنلاقي هاي الطبقة نوعا ما بتبلش تدرجات السن حسب انكسار الضوء. هو انكسار الضوء طبعا هو السبب، ونظام اللي هو العاج ثم الميناء، هالطبقات هاي اللايرات اللي احنا عم نحكي عنها هي اللي عم تعطينا هاي الحواف الشفافة أو المظهر اللي احنا عم نشوفه، وحسب طبعا اتجاه الضوء، حسب تعرض السن للضوء. أكيد مثلا السن الخلفي كضاحك كراحة ما رح يكون مثل السن الأمامي مثلا كسنترال على سبيل المثال. فإحنا عم نحاول قدر المستطاع، كل ما طبعا أكيد حاشا لله أنه نقدر نوصل لصنعة الخالق سبحانه وتعالى، ولكن كل ما قدرنا أن نكون أكثر ناتشرال ونقلد خلينا نقول السن الطبيعي، كل ما كنا إحنا محظوظين بنسب نجاح بتكون أكبر من حيث الجمال وهذه الأشياء. بس استاذة شعبي في الفترة الأخيرة ازدادت شعبيه لانه كان عم يطلع شكله طبيعي وكثير حلو. بس دكتور كنت بدي اعرف شو الخطوات اللي بتتبعوها مع المريض قبل التركيب النهائي، مثلا هل في جلسه لحتى تجربوا اللون المناسب، شكل الاسنان المناسب، او حتى الابتسامه كامله هلا يمكن صاروا يجربوها قبل التركيب النهائي؟ أكيد. صح اكيد. هلا نحن بالنسبه لنا قبل ما نجرب الابتسامه وقبل كل شيء في عندنا تقييم لوجه المريض. خلينا نحكي احنا بالنسبه لنا المريض احيانا منصادف بعض المرضى مثلا بياكل على جهه معينه، على الجهه اليمين او على الجهه اليسار اكثر، وبالتالي بتلاقي العضلات المضغه عنده ناميه بشكل اكبر، فبصير عندي هاي المنطقه اكبر او اضخم من هاي المنطقه. فبنيجي احنا بنعمل مثلا خط متوسط في الوجه، بنحدد اماكن الخدود على سبيل المثال، ذروه الانف، احيانا بنلاقي في انحراف بالاسنان، ميلان في عظام الوجه نفسه، ما عندنا وجه متناظر يمين مع يسار بنسب كبيره جدا، يعني نادر ما نلاقي انه النصف اليمين متناظر مع النصف اليسار. فهون بيجي اول شغله تقييم الوجه علشان انا اقدر اني اخفي له العيوب اذا كان في عندي عيوب موجوده. بعدين بنيجي على تقييم الشفاه. كثير بنلاقي احنا ناس مثلا عندهم ميلان في الشفه على سبيل المثال، خاصه لما بيضحكوا او هاي الاشياء. 3 بدنا نقيس احنا مثلا طول السن نفسه، هل هو مناسب؟ احيانا اللثه بتكون مثلا مغطيه الاسنان فبتعطينا مظهر اسنان قصيره، نضطر انه نرسم اللثه على الليزر عشان نعطي الطول المناسب. احيانا لا، اللثه بتكون كثير منحصره فوق، فساعتها ممكن نضطر نعمل جراحة لثوية بحيث أنه نرد ننزل اللثة لتحت ونعمل تقطيب وجراحة كاملة، بحيث أنه بها الحالة هاي نغطي ونعطي المظهر الجميل. فإذا إحنا بالنسبة لنا قبل ما ندخل على موضوع الابتسامة نفسها، في عندي تقييم لبروفايل الوجه، في عندي تقييم لانحرافات الوجه سواء كان الميد لاين، سواء انحرافات الأسنان كذلك الأمر. أحيانا بتلاقي مثلا أسنان الفك السفلي شوي مايلة أو أسنان الفك العلوي شوي ما عندي الميد لاين منسجم ما بين فوق وتحت، فهالأمور هاي كلياتها لازم يتم التخطيط لها، التحضير لها، لازم أنه نشتغل بشكل احترافي لحد ما توصل آخر إشي اللي هي صنع الابتسامة في اللاب في المختبر. هون ساعتها إحنا بعد ما هيئنا
وحضرنا الأسنان لاستقبال الابتسامة. طبعا بنكون احنا تقريبا محددين اللون كذلك الأمر في هذا يعني هاي الخطوة بما يتناسب كذلك الأمر مع مراحل المريض، خليني أقول لكم وجه المريض، الأشياء اللي بتناسبه. على هذا الأساس بتم صنع الابتسامة، بعدين بنيجي علشان نركب الابتسامة نعمل بروفا، خليني أقول هل هي مناسبة، هل الفيتنج ممتاز، هل في عندنا أي مشاكل، لأنه لو عندي مثلا انحسار بسيط صار في اللثة لأي سبب إن كان راح يصير في عنده دخول لفضلات الطعام، وبالتالي حيصير عنده رائحة، حيصير عنده مشاكل أخرى. صحيح. فكل شيء لازم يكون، وخاصة أنه إحنا عم نتحدث على عدسات سماكتها لا تتجاوز النصف ميلي فقط لا غير، فما أنا عندي سبيس مش زي التلبيسة أو زي مثلا حشوة على سبيل المثال أنه ممكن إضافة. صح. فهي مادة حساسة جدا، لذلك بحاجة لا احترافية في هذا المجال. صحيح. يعني بعتقد انه العلم تطور دكتور، وصار فيه تقنيات جديدة، ولكن أنا لما بحثت في هذا الموضوع لقيت انه في كمان ادوات بتستخدموها كاجهزه لما تيجي تفكوا الفينير القديم ومشان تعملوا ابتسامه ال 3 دي او الابتسامه الكريستاليه، في طريقه فك سهله. في انا سمعت انه في جهاز مثل الليزر، جهاز الليزر الهارت تشو، كلام صحيح. هو بيعتمد بصراحه جهاز فعلا ليزر، لما عم نحطه احنا من عرضه للسن، الطبقة السمنت الداخلية اللي هي الملزق فيها السن هذا العدسة حيتفحم، يعني بتلاقي هو بيستهدف فقط طبقة السمنت، وبالتالي لأنه هو معين على لاير معينة، يعني بيخترق فقط بديزيمات معينة، مجرد ما احترقت هي أو تعرضت للتسخين فراح تفصل عن السن، وبالتالي صار في سهولة أنه نشيلها. هلأ في جهاز جديد راح ينزل، هلأ بعض أجهزة الليزر أو بعض الأشياء عم تعمل لنا بعض الاحتقانات للسن، فلذلك أنا نفسي في عندي بعض التحفظات أنا كرأيي الشخصي يعني وليس الرأي العمومي. ولكن هلأ في جهاز حينزل هلأ جديد كمان سيفتلي، كل يوم العلم عم يتطور، كل يوم الأشياء عم بتزيد لحماية الأسنان، لحماية الإنسان أو صحة الإنسان بشكل عام. ففعلا هذا الجهاز موجود عم نستخدمه بشكل كتير رائع لحد هلا. طب انا هلا عندي استفسار، بما انه امجد جاب سيره فك الفينير القديم، هلا يمكن شو الفرق بين الفينير اللي احنا هلا عم نعمله، او فلنفترض احنا هلا الفينير اللي عم نعمله في منه كذا نوع، اللي هو الفينير لومينير التركيب الخارجي من دون حف السن، هل الابتسام الكريستاليه بيتوجب علينا حف السن، ولا احنا فينا نحطها كعدسات لاصقه من دون الاضرار بالسن الاصلي؟ هو احنا مجرد ما تكلمنا على لومينير، بس معلش هون في خلط في هذا المصطلح. اللومينير هو عبارة عن شركة اللومينير الأمريكية اللي هي كانت السباقة في صناعة العدسات، ولكن صار إلها لما بنحكي احنا كلمة لومينير مجازا هي يعني عدسات مش فينير، مش البريبريشن تبع الفينير، لأنه الفينير سماكته تتجاوز الواحد ميلي، فعشان أنا أركب فينير هو كان الأسلوب المتبع اللي كنا احنا نتبعه قبل 15 أو 20 سنة تقريبا. فكنا نحف السن من قدام 1 ميلي اللي هو سماكة الفينير، نفتح مسافة الكونتاكت اللي بين الأسنان، نصغر من الحد القاطع 1 ميلي، فعمليا أنا دمرت السن، ولكن نصف تدمير إذا بدي أقارنه بالكراون الكامل بالتلبيسة. ولكن هذا الإجراء كان غير ردود، يعني إذا كنت أنا بدي أركب للأسف الشديد أنا دمرت الأسنان، لذلك ما كان شائع، ما كان انا ما كنت مستعد ان احف واخرب اسناني كرمال اللون او كرمال هاي الاشياء. بس اللي كان متجه لهذا الموضوع هم الناس اللي بهمهم المظهر اكثر، زي الفنانين والفنانات مثلا على سبيل المثال، فبقول لك انا مو مشكله شيل اسناني كلهم المهم اعطيني مظهر جميل، اسنان لونها ثابت، اسنان لونها مثلا ابيض. طيب اجينا على اللومينير، شركه اللومينير الامريكيه خليني اقول لكم كانت سباقه في هذا الموضوع اللي هو العدسات اللي هي سماكتها لا تتجاوز 0.3 او 0.5 من الميلي، يعني أقل من نصف ميلي، فصرنا نركبها بدون ما نضطر أنه نحف الأسنان. ولكن لما انتشرت صارت على مبدأ الكلينكس، لما بقولك أعطيني كلينكس أو أعطيني فاين أنت فهمتي أنه منديل جاف صح؟ فنفس الشيء لومينير يعني مش فينير، يعني هو العدسة. طيب إحنا العدسات اللي عم نركبها هي مش اللومينير، اللومينير هو براند موجود حصرا في أمريكا، هلأ من سنتين أو ثلاث سنين فتحوا فرع واحد فقط في بيروت بالوطن العربي، ما في غيره. طيب هلا نحن بالنسبة لنا لما عم نحكي على موضوع العدسات، إذا كانت الأسنان سيدة ما في داعي أبدا لحك الأسنان أو حف الأسنان أو تخريبها. أنا مركب قبل 6 سنوات وأنا ركبت لنفسي بالمناسبة وما حكيت أسناني ولا حفيتها ولا خربتها ولا أي شيء. هلا إذا بدي أشيلها برجع على أسناني الطبيعية، ولكن لما بكون في عندي بروز أو في عندي تراكبات أو في عندي مشاكل أخرى، هون ساعتها أنا مضطر إني أضبط القاعدة الأساسية للأسنان. يعني على سبيل المثال الأسنان سيدة ولكن الناب بارز،
ما حقدر اركب والناب بارز مثلا. أيوة. فانا باجي بس على هذا الناب وبحف منه بمقدار البروز بحيث انه صارت القاعده الاساسيه للاسنان جاهزه لاستقبال العدسات. فاذا كانت الاسنان سيده ما كان ما في داعي ابدا. يعني احنا بصراحه استغربنا اول ما دخل الدكتور انه اول مره نشوف طبيب اسنان عامل لنفسه ابتسامه هوليوود. يمكن سالنا فيما بيننا، لكن انت هلا اعطيتنا الاجابه انك انت لجأت لهاي الطريقه من دون ما تبرد السن ومن دون ما تخربه. ليه ما بتلجأ الناس فعلا لهاي الطريقه للحصول على ابتسامه؟ ناس عليه بيروحوا بيخربوا اسنانهم وبصير فيها عدم رجعه بقراراتهم. هو المريض للأسف الشديد بهذا الموضوع عم بيسلم حاله للطبيب، هو مو عارف. وبنسبة 90% من الأحوال خلص سمع أنه الدكتور فلان مثلا شاطر، أو الدكتور فلان رفيقه أو رفيقته مثلا راح عمل عنده، فخلص هو راح عمل في هاي. وخاصة هلأ دخلت موضوع العروض التجارية، يعني شايفين أنتو كيف الوضع صار. فصار لما الواحد بيروح هو ما بيسأله راح تحكي لي ولا ما تحكيني، أنا جاي أعمل ابتسامة هوليود. هون بتجي احترافية الطبيب. إذا كان الطبيب في عنده خبرة كافية في التجميل ما في داعي انه يعرض السن لهذا الموضوع. اذا كان المختبر تبعه مجهز بصنع هاي العدسات، لانه العدسات بحاجه لاحترافيه في الشغل، لاحترافيه في اللاب، بتنشغل عن طريق الكمبيوتر عن طريق الكات كام حصرا. ولكن عندنا كثير ناس عم تشتغل الموضوع بشكل يدوي، بتشتغل الفينير بقول لك هاي عدسات. فلما بيجي الطبيب بدون ما يخبر المريض عم بيحفل له احيانا اسنانه. يعني انا اول امبارح امبارح السبت كان في عندي مريض على سبيل المثال، وجايتني مخصوص من العين عم بتركب هلأ للمرة الثالثة. كل مرة عم تطلع الأسنان كبيرة كتير فيك كتير مستطيلة الشكل، فهلأ جاية مخصوص من العين على الشارقة بس كرمال أنه تركب عدسات تكون ناتشرال وهي الأشياء. فأول ما قعدت أنا وياها شرحت لها شو الفينير، شو الإيماكس، شو الزيركون، شو الفرق بينهم، شو هيك شو هيك شو هيك. قالت لي والله يا دكتور، رحت وحلفت الدكتور قلت له أرجوك ما بحف أسناني أول مرة، بأول مرة بدها تركب فيها العدسات. قالت لي بتفاجأ بعد ما خلصت أعطيني المراية، قال لي لا رح أركب لك مؤقت. فآخر شيء أصريت أعطيني المراية، لما شفت أسناني صرت أبكي، السن قد حبت الرز بوصفها هي بلغتها هي. طيب ليش؟ قالت لي طب الحين أنا أسناني راحت، يعني إذا بدي أروح أشتكي أو بدي أروح أسناني راحت أنا الخسران الوحيد. طيب ليش كيف أنت رحتي مثلا ما سألتي ما شرح لك الدكتور؟ قالت لي لا أنا ربيعتي اشتغلت عنده فرحت اشتغلت عنده مباشرة. فللأسف أحيانا وجود الطبيب غير المحترف غير المناسب، لأنه في شغلة تجميل الأسنان هو عبارة عن اختصاص يا جماعة، مثله مثل الجراحة مثل التقويم مثل الزرع. صحيح. مو طبيب عام خلص مباشرة، المهم أنه اشتغل. إذا ما كان في خبرة كافية لدى الطبيب للأسف راح نوصل لنتائج سلبية. في حال كانت عاملة فينير والأسنان محفوفة كليا تقريبا، بتقدر ترجع تعمل لومينير او ترجع تركب عدسات طبعاً. ولا لا؟ هلا نحن لما عم نحكي على العدسه هي اقل سماكه لإلها، بتوصل 0.3 بس انا فيني زيد، فيني زيد سماكتها طبعا. هلا انا فيني اعوض عن هذا الخساره الماديه اللي حصلت في السن او الضياع المادي تبع السن بهي العدسه، فانا فيني زيد سماكتها ل 2 ملي و 3 ملي قد ما بدي. بس هي الفكره الاساسيه انه نحن لما عم نحكي عدسات ما عاد في داعي لحف الاسنان. اذا كانت الاسنان سيده ابدا منركب مثل ما انا مركب. بس طبعا هون في شغله بس بدي انبه عليها، هي كثير ناس عم بيقعوا بلغط، يمكن هذا السؤال اللي حتسالوني اياه هلا، معلش انا خليني اسبق عليكم شوي. في كثير اجراءات او في عندنا 11 سر من اسرار التجميل، في 11 اجراء لازم الطبيب والمخبر يعملوهم عشان ما نوصل للمشاكل اللي هي رائحه الفم، اللي هي نزف اللثه، اللي هي التصبغ او التلون، او اللي هي القطعه وقعت او راحت، تساقط قطع الفينير. يعني اجرى عندي مريض بيقول لي انا مركب في العياده الفلانيه بلعت تنتين وتنتين وقعوا وهذا انكسر، فجاي بده رمم. طيب يعني فعم بيقول لي بضر بلعهم، فعم بيقول لي اخر شيء بضر بالهنا والشفا. قلت له لا صحتين وهنا بالهنا والشفا. طيب هلا في عندنا 11 سر تقريبا او 11 اجراء احنا بنسميها اسرار التجميل، علشان بالنهايه نوصل لشيء يكون فعلا نتيجه ايجابيه. إذا ما أتقننا هاي الأسرار، وللأسف 90% من الشغل اللي عم ينشغل في السوق ما فيه أي إجراء من هاي الإجراءات، وبالتالي عم بيكون شغل تجاري، فعم بيحطوا القطع بيلزقوها، بعد فترة منوصل للنتائج نزف اللثة، رائحة الفم، تصبغ الأسنان، التلون اللي عم بصير، تساقط القطع، حتى أحياناً عم بصير عندي طبقة مثل العفونة تحت الأسنان لأنه نتيجة تخزين فضلات الطعام. فلذلك عمل احترافي بيؤدي لنتائج احترافية بأي شيء بالدنيا مو بس صحيح. بالطب، بس إذا كان عمل رخيص راح يؤدي إلى نتائج للأسف أكيد كارثية. يعني أكيد دكتور وائل طبعا حديثك لا يمل، نصائحك
جدا جميله وذهبيه اكيد. يعني كل من بيشاهد هذا اللقاء اكيد لازم ياخذ هاي النقاط بعين الاعتبار والنصايح هاي. دكتور وائل شرفتنا ونورتنا في صباح الخير يا وطن. حياكم ان شاء الله. لنا لقاءات متجدده باذن الله ونروح نشيك كمان على البنير تبعنا. يشيك لنا هو يشيك لنا. بتشرفونا يا اهلا وسهلا فيكم واشكركم واشكر هذه القناه الجميله بصراحه والمتابعين اللي موجودين معنا. الله يخليك. يسعد صباحكم. نطلع بريك يلا وراجعين.